تو تو طلعوا تشوفي شوفتي المخالي ترقي يبقى فيك الحال كتجي تم انسان كيتجرع باش كيشفى المقبره راه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هاد ما قاعدي ما قدرش نعبر باش نقول لك بيا ان بحال داولك شي حاجه من دارك. اولا كنا يعني مشينا بحالنا بعشيه الصباح كنتفاجئوا بان جينا كنلقاو الدوزان بغينا نهزو باش نبداو نحفروا كنلقاو كلشي فرتك كلشي مدير ما عرفناش باش تبلينا. عيطي جا عبد الكريم هو الاول عيطي عقيع عبد الجليل راه الدوزان ما كاينش عيطنا لخالد عيطنا لبو عزيز كلنا جينا كنجمعو كنقلبو وكنلقاو حتى ما لقينا حتى حاجه الموطور ديال الضو الهيلتيات البالات الفيسان المواكن ديال الجليج باش كيخدم واحد المعلم معانا هنايا يعني كلشي يعني ما خلاو لنا حتى شي حاجه الله حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقولو انسان راه ما احنا ما قدر كيبقى فيك الحال كتجي حتى انسان كيتجرع باش كيشفى المقبره راه لا حول ولا قوه الا بالله. احنا كنتقطعوا باش كنجمعوا باش كنشريو داك الفيز ولا كنتقطعوا باش كنشريو داك الموطور ولا نتقطعوا باش نشريو ويلتي نطلبوا في اللي يسوى واللي ما يسواش وفي الاخر كيجي واحد لا حول ولا قوه الا بالله عاد كيهز لك الماتيريال راه ما كافيه الحرقه. دابا الحرقه ديال هادشي مجلق انت حنا ضربنا الاداب القديم باش شريناه جابوا لنا الناس الله يجازيهم بخير واحد تحرق لينا الاول تحرقنا الثاني واضطرينا الثاني كنجمعوا باش انسان غيدي لوليداتو ما ياكلو كضر تجمع ضل النهار كامل انت في الشمس وفي العذاب وفي اللي يسوى واللي ما يسواش اللي عبرك واللي ما عبركش كاين اللي كدوي معايا يقول لك انا ماشي سوقي انا ماشي هادي ولكن الحمد لله هذا كلشي من فضل الله من الله سبحانه وتعالى. الجمعيه اللي مده 5 سنين دابا تقريبا غادي في 5 سنين لا حياه لمن تنادي في هاد المقبره هذه. احنا غاديين كما كتشوفوا انتم راكم كلشي واضح قدامكم حتى ولكن لا عيط لنا الناس كنبقاو بعد المرات حتى 3 الصباح بعد المرات حتى 2 كل مره 3 2 10 12 وحده ما كنبغوش نحرجوا شي واحد اللي عيطينا كنديروا بوجهه وكنجيو ما عندناش المشكل. اليوم كنتفاجئوا جينا الصباح كما العاده كما موالفين كنلقاو البيبان ديال البراكه ديال المقبره المقر ديال المقبره فرتك هازين جميع اللوازم ديال الحفر لا من هيلتيات لا من مواطر لا من آلة ديال الجلي قطع الجليج لا فيسان بارات جميع ما خلاش شي حاجه ما خلاوش شي حاجه ما خلاوش اثر جميع. والصدمه كانت صدمه صراحه جاي كيما مولف العاده جاي غادي دوز النهار ديالك كما العاده غادي تحفر شي قبيار ولا تدير شي حاجه مهمة غادي دير شي حاجه في ذاك النهار ديالك كانت صدمه صراحه والله. الا راه عندنا حافرين قبور ريزيرف راه حافرين تقريبا شي 15 قبر ولا 16 قبر ريزيرف راه هذا سبحان الله راه بحال اللي جاو نبه بنادم فهمتيني هذا الريزيرف راه داير بحساب انا خدينا هذيك التجربه من الكوفيد واش نقول لك ما تشت المهم راه فايته جاي 10000 درهم تقريبا ديال الماتريال تقريبا بالهيلتيات جوج والموطور ديال الضو في سان بالات ماكينه ديال الجليج راه ماشي سهله ماصه هذيك ماصه هي البوري ما ديولها والله يهدي ما خلق اش نقول لك ماشي ازمك راه صدمه جاي دوز النهار ديالك كما العاده ساكت تجي لك كلشي مقلوب اللي تحتاني داروا الفوق داروا لتحت مرون ماشي ما خلاوش لك فين فهمتيني الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق اش نقول لك جاو الامن جات السلطات المحليه كنشكروا الجميع كلشي تسارد معنا كاينين مواطنين اللي ضاربه من غيرها اتصلوا بينا مساكن الله يجزيهم بخير اش نقول لك بنادم راه ضروري بنادم سبحان الله الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق يعني هنا كنا تاني القفل صحيح يعني الناس اللي جايين باش اللي غيديو هادشي جايين مجهزين يعني في التريبوطور كاين الاثار ديال التريبوطور يعني كاين كلشي
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.